الحمد لله رب العالمين ولا عقوبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ونتجاوز إلى شيء سهلا فاجعل من الخير كله سهلا يا أرحم الراحمين. سورة الواقعة مكية وآياتها 96. سورة من أرى سورة الواقعة مكية وآية مكية كدكتي أيضا جميع بسقالهم اللي أيضا دواي ترتيبه دي سورة كنتم اللي حاضوا سورة كريمة ما يحن بارسنتا على أحوال يوم القيامة وما يكون دون يدي الساعة من أهوال أحوال القيامة إيد ونكو هذا لاس إيوحي هذا القيامة يكون ريدون ودباتوين إيوددك إنجيب سماعين الضوائفة أصحاب اليمين أصحاب الشمال السابقين. سورة الكريمة ما يكون هذا عن مآل كل فريق فريق آيتين يكون هذا لي وما عده الله تعالى لهم من الجزاء العادل يوم الدين. سورة ما يكون فائدة وكو هذا لي دلائل على وجود الله وحدانيتي وكمال قدرتي إن إلهي وجود أي روح واحد أي ودرسني كاملة مارك على بعض اسمه يكون بدها أبورس دلائل أبوري يعني السماوات كان أبور إدوكا أول بس أدك أنصوبي إنسان قصومي نبات هسار رب سيركو كشاني إيو حيابا إلهي سبحانه ركو كشاني أنا تي حق من القوة في النار. سورة كريمك ما يبقى أيضا حسنة القرآن كريمك إنه تنزيل رب العالمين أي والله بني أيضا نصوب سيدن هاين. سورة ما يقول قلنا أنا دي بذكر الضوائف الثلاث سديد كوح إن لكو هذلاتن أهل السعادة أهل الشقاوة والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم. سورة يدك وهذا لاس إلهي دتك أهل النعيم هذا النيوال. سورة فضجة مركلك وهذا لهم في فضلها عن المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مبر من قرأ لنك آخر سورة الواقعة سورة الواقعة لنك آخر في كل ليلة لن تصبه فاقة أبدا ولج إيميل رهيق فقيرنا من محل الأسولير. حديث كزميها ساري الحافظ أبو يعلى الموصلي إي الحافظ ابن عساكر لولا صح ساري حديث ساسوك وأخرج الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى ميها ساري في ترجمة عبد الله المسعود من رسكوة الله بسنده إلى أبي ظبية قال مهري مرض عبد الله المسعود الجردي مرضه الذي توفي فيه جردي وسكدم هذه جردي أنا تيم أبوها مرلمود جهايتي يجردي لر مرض الموت يلر مرض عبد الله يجردي مرضه جرديس الذي جرده توفي فيه وسكدم هذه وسنكو كان فعاده مها بوغضي وهزياردي وهديي عثمان بن عفان رضي الله عنه أو وقتها صاحب خليفة المسلمين فقال عثمان مباري ما تشتكي عبد الله وما يكون والله ما يدبك هائري قال مري ذنوبي ذنوبتي لي هايتير قال مري فما تشتهي ما يفلاس قال رحمة ربي ربي إن حرسيس لي فذا قال الخليفة عثمان مري رضي الله عنه ألا أمر لك بطبيب لاختر مكين كويرة قال مري الطبيب أمرضني تكترك بكين جيري سيب تكترك وير إلهي كجير قال مري ألا أمر لك بعضاء بيتمع المسلمين حول مكينك أمره قوند مكين أمره قال مري لا حاجة لي في دنم كلير والدد إسي بيتمع الله سي دنم كلي وانا ما إشاري أني بهاتكي سعود أني بدي مضاعي والهاتا حتى أنا رتي حال دنم مرو ووليهم قروا ما إيه إنه سنجيذ خليفة قادم أري يكون لبناتك من بعدك قبروا يك النور ضيانا بعدك قال مري أتخشى على بناتي الفقر قبروا فقرموا قبزازة إني أمرت أن فري بناتي قبروا ما يفري يقرأنا إن يو أخريان كل ليلة سورة الواقعة
وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أروم من قرأ لك آخر سورة الواقع في كل ليلة لم تصيبه محل الأسفاقة فقيرنا أبدا فكان أبو ظبي ما يبهي لا يدعها طونقو طبعا حديث كان أسلميها ساري علامة ابن كثير أبو الفداء تفسير شيء ابن كثير كهك ساري تفسير القرآن العظيم مجلد أفراد صفحة الأنبول سيتن إكوات لوضع حديث ونطيها قررين في سورة الواقع لوضع حديث بضعيف وهي سوء البضاء ونكويريني مارك لكن ما يسكو بناوها إن لك عمل فلا حديث الضعيف ها موضوعه مده حديث الضعيف عادي إن لك عمل فلا في ضاي العمال يسكو بناوها. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ تفسير هذه السورة بالهواء. بسم الله إلهي مقع الشيك بالهواء الرحمن حرس عام كلاه الرحيم حرس قارك الله يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى مبرهي إذا وقعت الواقعة إذا وقعت هذه الواقعة تدياس هذه ليس مأهان لوقعتها ديوشة كاذبة ليس كاذبة طبعا ما لوقعتها ديوشة خافضة تو كروي لسوا خافضة تهوصن لكاسوا أقوام أقوام من دتيهوصن لكاس رافعة تكرن على سواء أقواما آخرين ضدنا ما يبلاري هوسان لكاس وهم أصحاب الجحيم ضدنا هي قرآن قادس وهم أصحاب الجنة أرنتا زمو إذا رجت الأرض أرض مركي جلجلة رجا مركي رحنت إذا رجت الأرض أرض مركي نتيجة رحنت رجا رحمو وبصت الجبال بيرون لب ضيوا بسا بضين فكانت ينغتريد هباء بص او منبثا لفرجينات وكنت مسين لغتان ازواجا نوعي اصنافا ثلاثه سده فاصحاب الميمنه فالزوج الاول نعكوت اصحاب الميمنه ملكتي اصحابتي هو ما أصحاب الميمنة مثل أصحابتين ما هذا الله أيكي لينه وأصحاب المشأمة والزوج الثاني معلمات أصحاب المشأمة ذات كانت قعنتم بذئه إلهي كتاب جوك السهوة ما أصحاب المشأمة نمك أصحاب المشأمة ما هذا والسابقون السابقون والزوج الثالث نوع سداد السابقون هنور مرانو السابقون هنور مرانو أولئك دولك المقربون حان للضواي إلى الله وإلى رضوانه وجناته ونظر إلى وجه الله الكريم خير كسل للضواي في جنات السجنين في جنات النعيم جنة النعيم ماذا بضنا يتك السجنين سلة جماعوا من الأولين تذكر إيوة قليل تذكر من الآخرين تذكدهم بأواي على سرور المسلمين سرور تاسو موضونة للضوي متكينة كدنجي كسان عليها كرجة متقابلة يو اسفير يعني إذا وقعت الواقعة قال الله تعالى من إذا وقعت حدد لي الواقعة أي إذا قامت القيامة قيامة حدد لي ذلك جيد التي لابد من وقوعها تاسو ليوجه شك أنك جرنا عبد الله بن عباس مبري الواقعة اسم من أسماء القيامة ما يلمدتا القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة ما يلمد الساخة الضامة الآزفة ما يلترد بانو قياما يلتلي ما يلكم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت القيامة ليوا إذا وقعت هدي الديد إذا قامت هدي الديد الواقعة تدياس أي القيامة وها ليس ماهانا لوقعتها ديوشة كاذبة طبعاً ما هانوا سلم مكذبين تشيغان ما أي لا يكون عند وقوعها ليس ما هان لوقعتها ديوشة كاذبة تلبين يوم أي لا يكون عند وقوعها مركز ياس مجرات نفس كاذبة نف بين ياس مجر تكذب بين ياسو بوقوعها كعلم مكذبين اليوم سيدك يوك تدبين يوم روغان هكي مركز مدعات يا بوردي لن بين يوم الله
ليس مجرت كاذبة تبيني أس لوقعتها ديوشة عند وقوعها ودهيا مركي دياس إلى بأري فلما رأوا بأسنا مركي باس كان أرغان يوم إهران قالوا ما إهران آمنا بالله وحده إهران خافضة رافعة خافضة تحصن لكاسوة رافعة تقرون قادسوة ما يلقى جيدي خافضة تحصن لكاسوة لأقوام رافعة لآخرين عنو كان قرآن قادس تخفض من حصن لكاسة عداء الله في النار وترفع من قرآن قادسة أولياء الله في الجنة الإمام حسن البصري من بحري تخفض حصن لكاسة أقواما إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا عزة الدين الله شرفوا بهذا وترفع آخرين عنو كان قرآن قادسة إلى أعلى العليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء الدين الله إليها بهذا إيمانك إسلام هذا ترياس خافضة تحصن لكاسوة لأقوام قوميالا رافعة تقرن قادسوة لأقوام آخرين أما وأمت أرنتاسوة دياس خافضة رافعة أمت دياس أما حلق أرنتاس دياسوة إلهي قادرين ثم بينا تبارك وتعالى متى يكون ذلك أرنتاس أمت دياس فقال ماري إذا رجت الأرض إذا زلزلت الأرض رجاً زلزالاً أرلاد مركل الجلجل واضطربت اضطراباً شديداً وبصت الجبال ببورين لبربري بصاً بربرين أي فتيتة تفتيتاً لبلامي سيلاً بربري وكاد دقيق لكوال بكل أوكر لكوال فكان نغتريد هباءاً غباراً بص أوكر نغت أو منبثاً لفرجي أوكر نغت بورس أصلاً أضان ويسونك على الجبال فقل ينسفها ربي نصفا سيلا يبال وتكون الجبال من غضازة كالعهن المنفوش وسيرت الجبال فكان سرابا إبر ين غضازة إذا رجت الأرض أرلاظ مرك للرحة والجلجل رجا جلجل وبصت الجبال بورون لبربوري لبابية بصا بابين فكانت نغتو هباء غبارا بص ارنغت او منبثا لفرجي هي حالد ساسن غاسر وكنت بسين نغتان ايها الناس دلو ازواجا اصنافا نوعيالا وفرقا كوحوين وثلاثه تنسد نغتان وكنتم نغتان ايها الناس دلو ازواجا نوعيالا وثلاثه نوعيالا سديس نغتان إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض أرض مركل الروح رجا روحت وبصت الجبال برون لبابيو بصا بابين فكان هباء غبارا ومنبثا لفا في متضايرا في الهواء هو ذلك شاعي نغت وكنت بسين نغتا أزواج نوعية ثلاثة سد نغتا سد فرق نغتا وكنتم نغتا أيها الناس دلو أزواج نوعية أصنافا ثلاثة سد سيدي أصنع مركم أيين مراتب الناس في الآخرة قال ميمون مهران عالمك محدثك جيلك الإرهي مهرهين اثنان في الجنة وواحد في النار سيدي الجماعة لما جن قلائن طنون عرق قلاسير ثم فالسلام إلى إيش البي بقوله فأصحاب الميمنة فالزوج الأول نعكوا أصحاب الميمنة مذكت أصحابتها واي الذين يعضون كتبهم باليمين نمنا كتاب جميل تلقوا سوا ما أصحاب الميمنة أصحاب تمي ذكتمي هذا استفهامك على التفخيم ووينين التعظيم واي إيه هل تدري أدل هذا أي شيء أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة كوارقبته حاجة كوارقبته وتعجب لحالهم وتعظيم لشأنهم تتكاس ملاري ودد إلهي كتاب شو مذكتكو سوا وجنب قلائم ما أصحاب الميمنة ملكت أصحابتي ما هذا وأصحاب المشأمة والزوج الثاني معلمات أصحاب المشأمة بذتي أصحابتي هو ما أصحاب المشأمة بذتي أصحابتي ما هذا إيه هاي أنت تكونتي خير قريتك خير برهتك إيه هذا استفهام الرسول ما يبغى سيدك هو كلا واي وتعجب واي
هي تحقير وهي لكن هي تعظيم له لوردهذا يلا ليا بني للتفخيم والتعجب ووينين وأرنتي اللي ويني سدى يسيا حمان درادية هي تعجب أول ليا باي حال جو سدى إيه هي آيتين جو إن غضون صاحب الألوس ما بعرف والمقصود التفخيم في الأول والتفضيع في الثاني وير كان كود ما يبغى وتفخيم وينين واي دتك أولي الإلهي مركل قاضي الله أما النوع اللباد وأصحاب الشمال ك تفضيع واي أرجع جحجين واي نحذين واي مركز أساس وأصحاب المشأمة بدوتي أصحابتي ما أصحاب المشأمة أصحاب الشمال كنا ما هذا وسابقون سابقون وزوج ثالث والأخير زوج كدم بي وكان سد هذا سنفق سد هذا السابقون هنهر مرن واي إلى الخيرات والحسنات هر مرن السابقون هنهر مرن السابقون هم السابقون إلى النعيم والجنان هر مرن واي ها مرقي لا ولا كشي كمري أولئك دولك السابقين ته يا المقربون إلى الله في جواره أما المقربون من الله في جواره وفي ذي العرش نمك الله ودار كرامتي في جنات النعيم جنة النعيم بناتك السنة أما جنة مغاجة النعيم لا رأي في جنات السنة النعيم جنة النعيم بناتك السنة أي يتنعمون أسكو نمع إسان وهم في جنات السنة يتنعمون في أسكو نمع إسان ثلة جماعة ومركون مقربين تده السابقين تده ثلة جماعة ومن الأولين أمضوا يهور أول وقليل والير ومن الآخرين أمضوا هندن بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقربين تمركم أي كبغن أمضوا يهور أي كبغن أي كيرته أمتنا محمد كيرين ولذلك الإمام حسن البصري مبري سابق ومن مضى أكثر من سابقين أهرين يعني دتك هور مين وقد أغنى أهرين السابقين مرق دتك نوع سواي دادا لكن أهرين أساس ما والسابقون السابقون أولئك المقربون الأهرين ثلة من الأولين جماعة هور أولين دتك هور من أمة محمد إليه وقالوا من الآخرين من أمة محمد إليه فكلا الفريقين يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كوات يا جمهور المفسرين قبان ابن جرير الطبري ابن مسعود قرطبي بيضاوي ركبر بضن قالوا الدنبنا ابن كثير يقبل اره مركان ميلك الداوي لقد علمت ميلو قادي الاره أن الأنبياء كثرة كثيرة ومضى نبي قال إيه إذا أنبضنا إيه وكلهم من السابقين إيه ومضى غرها إيه حد مرموها كبيرته نبي قال كبير سابقين تكجرا حد مرموها أطباعه الخاص كهي تكبيرته كانوا نغضاين أكثر من خواص هذه الأمة أمة خواص تكو بذنين وطبق أمة محمد أبا قال صلى الله عليه وسلم أكثر أمم دخولا في الجنة إيه ومضى كبار الجنة قال أمة نام محمد وأفضل الأمم ومضن يانك فضل بمجموعها مجموعة يانك فضل بذنين لا بخواصها والله أعلم مسألة ساسك داوي سيد مرق ثلة جماعة من الأولين ذات كورة وقيل ذات يرى من الآخرين ذات كندم بأول ومن أمة محمد على سرور يانك سوني سريرين أو موضونة على سرنك يكسوني موضونة منسوجة للطوي بقضاء بالذهب ذهبك لا مجي لك طوي ذهبك لا عمر لكن يعني السماء لك صوبي سي نسيج أوكي لك صوبي أسول لك طوي قضيب يعني يا ذل ليس ذهب يا ذل الذهب يلك السماء سيدي منسوجة محكمة النسج كأن بعضها ودخل فضل شاعر عاش على رامير ومن نسج داود موضونة تنير نسجي لو يتانك النبي داود يتلو انتير يعني سمي سنته تساق مع الحي عيرا فعيرا نير مرق على سورة كتين سرعة سم موضونة أي منسوجة لطلوية لسمي آهي من قضباني ذهبين لكسوبي ذهبك قضيبين لكسوبي
مقربين تي بشيكو يعني ده سابقين تي بشيكو يعني متكين هانو كتير سوا عليها على السرور يا كتير سان متقابلين هانو اس هسكور جيد وجوه وجاج هسكور جيد يعني اي وجوه بعض الى بعض يعني لانه لانك قورتيس قدات شيء ما ارغاو وهذا ادخل في السرور تاسانك فرحت بلان على سرور كسوجين سرور سريريال او موضونة اي منسوجة لطوي بقضبان الذهب ذهب جاد ليس لك دوي مرصعة لك دروبي بالدرر والياقوت لك دروب ابن عباس ما يقفزر موضونة مرمولة بالذهب استكريم درين خلاص ذهب لك سمي له لكن يعني وروح يا سمي سنت يعني درر لدوي هاو سجايد اوكلوا سازن سميسن متكين هانو كدنجي كسوي عليها على سرور متقابلين حالين هانو اسكور جيدن يضوف ما يضوافي عليهم يكرج ولدان كري او مخلدون اللواري باكواب اهل ضوافان كوبيال او لا عرى لها ديك لاين ايه واباريق افريقيال جلمد ايه من قروح بغيان اباريق جمع افريقي واه ملك جميع أباريق لا عرى إبريقيا يون بيلو كرابة أو لكن بكله إذن ميل راي سافن وكاسن كوب يهل ضوافان أو من معين ويهل الخمر كاسي كنتبه القرآن كوب كاردان كوب شليس مي خمر كن شليس مي كوب خمر كجرت يه كاس الأرى أي وكاسن من خمر ويهل ويهل خمر كجرت أو من معين من عين جارية الوجن من معين البرق داس الوجن من العيون ابن عباس مالي لم تعصر ما يمير كخبر الدنيا وكلمة بل هي من عيون صارحة الأسكوب برق داس الله يلا وجن والمعين والعين الجارية الجيل من ماء أو من أو خمر لكن تمين الجيل عيون الخمر يلا الجيل لا يصدعون ما كمل دورين عن هاي هجاء ولا ينزفون ما انك دورت كسكرامين ما انك سكرامين وفاتية انصونات اي ولهم ينصونات فاكهة قدار ينصونات مما يتخيرون ولا الله ولا يضر ولهم الدائرين ولهم ينصونات اللحم الدائرين شمبر هرب ينصونات مما يشتون ولا يوفضاين وحور عينه ولهم ينصونات حور عين قبره ورعينك الأهرائي كأمثال اللؤلؤ المكنون وابيو الجوهر لدوري في صدفها هنقرتي لك دوري يونتي أدوك عالس جزان أبا القدواي بما من الذي كان سابتس كانوا يعملون هنو عمل فلان لا يسمعون من ديقان فيها في الجنان لغوا كلاما لاغيا نمك ديقان هذا ما لا يعني أمك ديقان ولا تأثيما ولا تأثيما إسبينيس يعني بادل عن الجيد بيننا مكديغان فيها لغوان مكديغان هذا اللاغي وقيمة مكفدين مكديغان ولا تأثيما أي ما يؤثم به واللي كدن باونا مكديغان ديوش واللي كدن باو أما ديكدد بساس إلا قيلا سلاما سلاما إلا قولا هولا سلاما سلاما نبتقليو أما قال تعالى إلهي مباري مقربين من رسول الله من بره يضوف عليه ما يكرش هذا في ولدان كري إلهي أبو رخدمة وصفوا بالخلد لك ما قال ولدان أولاد أو مخلدون اللواري لا يموتون ولا يهرمون يعني ما دم ضاين ما ضوا وين ما نادوين ضاين في سن ولدان الرجال بأكواب بأقداح كوب له الرجال أو أباريق أو يونتي أفريقيا إيوه كأس ويل أو خمرة أو من معين إلى خمرة لها كوكيلي لا يصدعون ما كمدل وريايان عنها يهجيك ماذا جو مقدورة من شربها ولا ينزفون أي ولا يسكرون ما أنك سكر أمان أبضينا عباس ماري في الخمر أربعة خصال على تير خمرة سيدة بالشنغ والها فرخصة على تير السكر أما السكر دورسون صداع مدلور دي منده البول كاذا
وقد ذكر وقد ذكر تعالى إلهي سبحانه وتعالى شيء خمر الجنة يا حسين ونزها ما يكون ظاهري عن هذه الخسارة الذميمة حالا حنو إلهي يكون ظاهري وفاكهة ولهم ينصون هذه فاكهة ينصون هذه فيها في الجنان ينقصون هذه فاكهة مما يتخيرون ولا يضور ذان ولا يضور ذان نفتي وجيلته ولحم طير ينصون ولهم ينصون لحم طير هلبش بريد ينصون هذا مما يشتهون ولي فضائن يحبون ابن عباس ما لري يخضر مهجري على قلب أحدهم لحم طير هكذا فيضير شمرك هبوب حتى يقع بين يدي انت ترسك كل يوم على ما اشتهى مقليا او مشويا انه سدبني اما صلني سيسك فضان وفي الحديث ما يقصون هذا انك اذا نظرت هدي اذا فيرد انك اذا نظرت مس انك اذا لا تنظر في رياس دب الى ضير في رياس في الجنة فتشتهيه فلاس فيخر هدي بين يديك ورتاك كديا مشويا وصنطي الصلاة ابن أبي حاتم يا حديث كان صار له سأذكر لكم كثير إمام الرازي وسلم بري وقدم الفاكهة يلا هرمس على اللحم يلا كورمس لأن أهل الجنة يأكلون آمين لا عن جوع قاجوا المن آمين بل التفكه باشلا آمين فميلهم إلى الفاكهة أكثر ينبذن كحال شبعان لدرق أكل في الدنيا فلذلك قدمها إلى هرمس وحور عين ولهم ويل المقربين ينسونات في الجنان ينسونات في جنات النعيم ينسونات حور نساء حور جبر أنتي أو جدنا معت أو عين هندوي أي ولهم مع ذلك النعيم الغبر نساء ينسونات من الحور العين الواسعة العيون أو هندوي يعني جمالك بلانتم يبغى أن تبضن إن هندوجي وينذن إلا قد شوينذ إلا نمر كاسمي بدايش لبدي داي داي يتشي إن داي بيوجي شال بحنا هذا ولذلك شو عرض عربتون تبضن يعني إيلد يك شبه هاي ميل الرأي بلانت كشبه هاي آه شاعر كم يبري ألا يا ضبية القاع قلنا لنا ليلا من كنا أم ليلا من البشرية وأول من شبه النساء بالمها ميل الرأي وإمرو قيسوها ولما هاوس نجيبه يبا حقو إن روز كوشي بهايا مرقو حور عين مرقو حور وإدانو عين هندوينو ما مرقو مركو ميكسين بيسيها حور العين اللي هذا مرقو وابلان إلهي سبحانه وتعالى جنة كالدياري و مرقو ساس ومسلم إله كوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه قال ميري سفاؤهن سفاهانتو كسفاء الدري في الأصداف سيدي جوهرتو كجرت هم قرطية كجرتوا الذي جوهرته لم تمسه الأيدي قاعدة طابا أو كالوير ينبغ الريالير وإيه وحور العين وانصونا وكأمثال اللؤلي جوهر لطوال المكنون اللي دوري فيه صدفيا هم قرطية لكدوري جزان أبا القدوة بما ما الذي أبا القدوة كانوا يهان يعبون هان عمل فلان لا يسمعون ما ديقين فيها في الجنان لغوان لاغم مكديغان هذلو ما لا يعني مكديغان إثم فاحشة مكديغان ولا تأثيما ولا كذبا ولا ربان مكديغان ولا تأثيما ولا كدنبا وتأثم كما لري دنبا ولا رو ولا كدنبا ونمديغان إلا قيلا سلام إلا يسمعون ديغانا قيلا قولا إلك جيد هذلو بعضه لبعض أهران سلاما سلاما السلام عليكم وعليكم السلام يا ديغان أنت أسمر إلهي كهذري أصحاب السابقين المقربين دو إلهي كهذري يا إلهي مين كهذري أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هان هو إلهار لي وعي أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هان هنا رأي إلهي فسرية تمر كل مرة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين استفهام كان وعي للتعظيم والتعجب عن حالهم وعي إن أرجو الله إن نعمده يوم يبوى تعظيم وعي وينين وعي وأصحاب اليمين والفرقة الثانية فرقة لبعض أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما هذا قال تعالى إلى مري في سدرين يكسونين هبرقب ومخدودين لطفتر لقرنتر مخدودين لقرنتر هبر أو هبر جنابه
قرن لاين أي وضل الحين أنسون هذا جيد يعني موس ينسون هذا أم مدود للراري وظل هاوس أنسون هذا أم مدود نتي أي وماء بي أم مسكوب للشبي وفاكهة فاكهة كثيرة فربنا لا مغضوعة تقهاسها ولا ممنوعة تلرهبونها وفاكهة أنسون هذا مما يتخيرون ولا الأولى ضرر وفاكهة كثيرة أيضا ولا هنا مقربين تين نقدي هنوي وفاكهة أنسون هذا أو كثيرة بدن لا مغضوعة ولا ممنوعة تلقونها تلرهبونها وفرش أنسون هذا مرفوعة لكروال إنا أنشأناهن إنا أنشأناهن أي خلقناهن أون نساء الجنة إن شاء أمس يؤون فجعلناك وليهن بلانتس أبكارا قبر بكارا عذارا يك ولي أو عروبا جيل إلى زواجنا حاسين الجيل أترابا وان اسكو الدين لأصحاب اليمين أنسونات أهي أصحاب اليمين أنسونات أي أصحاب اليمين ثلة جماعة من الأولين تذكره وثلة جماعة من الآخرين أمضاها الدين به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهي بيلا مركم أرغاسو ثلة من الأولين وثلة أمضاها المريض أوكال السمينين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر سوينين أي تحت أشجار النبق جيدا جيدا نبق الله راه هبرك حواسيسة كسوينين هبرك أصحاب مخدود لقرن تري يا راس حديث ما كسونا إن عربيا أن عربيا جاء إلى رسول الله كويسة فقال يا رسول الله إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة كويسة تودي صاحبها صاحب شيء لباس جيدا دبا جنادر كشير قال ما هي قال السدر وي فإن له شوكا قرن بليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يقول الله تبارك وتعالى في سدر مخدود خلد الله إله يتري أبابي شوكا قرن ديس فجعل ويل مكان كل شوكة ثمرة مرويل وإن ثمرة مراج أو من ثمره مراج كمذا تفتق عن اثنين يعني وسبعين لونا من الطعام ما هو برق ذي وهو بهيه تضبات إلا من نع طعامه ما فيها لون يشبه الآخرة ما فيها لون مقصونا يشبه شبه الآخرة له كان دم شبه مجرر إمام حاكم البيهقي يرك بعضها سهرنا حديث كان في سدر قصونا في ظل يعني هو رجيب هوسة قصونا أو مخدود أو لقرن تري وضلح وشجر موز جيت مص أو منضود لحراري لا مجي يعني وضرارة متراكمة قد نضد بالحمل من أسفل إلى أعلى لا مجي وضرارة أي وضلح قصونا أو منضود لرار إيه متراكمة مندود أسجل من الرئي ومتراكم نضيق أسجل سيبو الرئي حتى ما يبوا لرار يلك جيري يعني قانتي سرارا مندود من الرئي سيدي وحابا أوغي سيدي عناب قوكلا يعني قيدو بهديد وكلا سيدي شلولي توكلا عثمان دويق وكلا وحابا إسكا كورتوبان الرئي سيدي قانتا موسك وكلا متراكم بعد فوق بعض من الرئي إسكا كورتوبان وضلحين موس أو مندود متراكم إسكا كورتوبان وظل هوس ممدود للتيغي ومن يرب انجرن لا تنسخوا الشمس يرب نسخاس هوس الدنيا تبقى وتبقى ظل زائل ولا لا اما ظل الجنة لا يزول لان الجنة ظل كلها لا شمس فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا بإلهير ميك لا إلهير كلها دائم وظلها يا إلهير ميك الرسول صلى الله عليه وسلم أهري إن في الجنة شجرة تنقصون يسير الراكب والنقي ونتي فرسا رنك رورة في ذلها مئة عام بغلسين لا يقضعها مقويون وقروا أخرى إن شيء توفاسان وظل ممدود إر ولتي قوي لا زوال أن لاين فهو دائما إلى عبار أكلها دائما وظلها مرق حوصك نعمي ساكمات وما ينقصون هذا بيئة مسكوب شبا ما ين آهي وفاكهة ينصون هذه فاكهة سو كثيرة فربنا لا مقضوعة تلقوا يؤنهاين ولا ممنوعة تلر يؤنهاين وفرش ينصون هذه فرش ومرفوعة لكروالي
وفاكهة ولا هم ينصون فاكهة يعني وفاكهة هي كيرن تقدا هي كيرن تا وفي فاكهة في ذا سكرين في سدر مخدود كل جو قاعدة فين وفي يعني ما أنا وفي فاكهة قصوني فاكهة سو هني أو هاينة كثيرة بدن لا مقضوعة ولا ممنوعة وان أي لا تنقضوا إذا جنيت هدي اللي قوي مغير مر مقهاز لا أنا ما يقول رأيبا يعني ما قضع ثمرة ما يقول من ثمار الجنة إلا عاد مكان أخرى بوسط كلاها كالنقضاز يا حديث كهاي أي ببران يا حسار حديث كهاز وايه وفرش مرفوعة فراش السري إب السري الناعم وارتفاع وكما بين اسم الأرض إنا أنشأناهن أساسنهن خلقناهن أون إنشاء أمس نساء الجنة الجديدة خلقا جديدة أمس لمات يأون أونتي جمال بضان أول والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.